السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقاؤنا في الفيديو رقم 147 في قناة عالم الهندسة المدنية سيفل انجينيرينج وورلد، وهو يعتبر الفيديو الخامس من حديثنا عن طبقات عزل الأسطح. وقلنا إنه كان إحنا عندنا يعني زي جزء كده عبارة عن عزل غرفة كهرباء في أحد المشاريع الهامة، وكنا اتكلمنا في فيديو سابق عن خرسانة الميول اللي اتعملت، وقلنا خلاص اخترناها خلاص. وبعد كده خدنا حوالي 3 فيديوهات كده بيتكلمنا فيها عن انه ايه الاول، العزل الحراري ولا العزل المائي، وايه الاختلافات ما بينهم. واتكلمنا عن مادة العزل الحراري اللي قلنا ان احنا هنستخدمها اللي هي مادة البولي ايزو ساينوريت، اللي وقلنا برضو قارنا بينها وبين مادة البوليسترين المبسوق، وقلنا انه حاليا في اتجاه لمادة البولي ايزوساينوريت علشان مقاومتها للحرق. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن وضع او تنفيذ بالنسبة للواح البولي ايزوساينوريت في الموقع. وزي ما انت شايف يمكن في الصورة هنا اللي موجودة هنا زي ما انت شايف ده زي انديكيشن كده لمادة البي اي ار، ده غالبا بيرمز اختصار للبولي ايزوساينوريت ثيرمال انسوليشن ريجيد بورد. ده ممكن احد الماتيريال اللي ممكن تعتمد عندك. سخانة 10 سنتي، الكثافة من 32 لـ35 كيلو جرام نومينال دنستي with repeated edge was lagged. دي كانت يمكن المادة البولي ايدو ساينوريت. وبعد كده هيكون في مادة العزل المائي واللي هي مادة الاي بي دي ام، وبعد كده هنكمل الطبقات في فيديو بعد كده لاحقا ان شاء الله باذن الله. ده شكل المادة الواح البولي ايدو ساينوريت زي ما انت شايف بالشكل ده. يمكن دي صورة اقرب صورة. جزء في النص كده تلاقيه يعني زي الاسفنج كده، ومغطى من فوق بطبقة رقيقة كده ومن تحت بطبقة رقيقة. هنا يمكن خلاص احنا بدأنا يعني هنا ده كان موجود خرسانة الميول، ولكن لاعتبارات يعني فنية بحيث انه مادة العزل الحراري نفسها ممكن مثلا تمتص الرطوبة اللي موجودة في خرسانة الميول او يحصل جفاف او زيادة يعني، فتم وضع بولي مشمع بولي ايثيلين حسب التخانة اللي ممكن تطلب برضك عندك. وده شكل طبعا الالواح بمنتهى البساطة، يعني تثبيت البولي ايثيلين سهل. انت شايف بتشوف الابعاد اللي موجودة عندك او الالواح اللي موجودة عندك، وتحاول تقسطها على المساحة اللي موجودة عندك. وهنا عشان يثبت الالواح نفسها بيكون في عندك دريل تخريم زي ما انت شايف بالصورة ديت، وبيكون في عندك زي تقدر تقول وردة بالشكل ده بحيث ان هي بتمسك عليها المسمار، وبيكون في مسامير بالشكل ده بتثبت داخل الخرسة. زي ما انت شايف هنا يمكن كل لوح كده على 4 اطراف، 4 اركان بالنسبة للوح بتثبت او بتعمل دريلينج وبتعمل وردة، وبعد كده بتدق المسمار، ولو احتاجت انت بتدق عليه بالهامر او بالشاكوش لغاية ما يتقل. زي ما انت شايف هنا تم تثبيت الالواح. اما حاجة برضو الوصلات تكون ما تكونش في مكان واحد، طبعا ان الوصلات ما تكونش على خط واحد او مكان واحد. وزي ما انت شايف بيرص الالواح زي ما هو عايز، وفي الاخر الجزء المتبقي بيقطع طبعا سهل بالنسبة للالواح ان انت تقطعها في الموقع، والجزء الباقي المتبقي عندك بيثبته. ده هنا يمكن صورة اقرب شوية. زي ما انت شايف مفيش حاجة تكنيكال قوي بالنسبة لتركيب الالواح، مجرد بس بتحطها وبترصها جنب بعض. يمكن العزل المائي هو اللي يمكن فيه تكنيكال شوية او تركيبات فنية شوية اكتر. هنا بس بساطة التركيب اللي موجودة زي الواح مثلا البوليسترين او البوليسترين المبسوط سهل ما بتركبها كمادة عزل حراري. هنا برضو كان يعني يمكن لسه يكمل التثبيت. وزي ما انت شايف هنا يمكن فيه هنا 4 اركان، والجزء ده برضو يمكن 3 هنا يمكن اللوح علشان كبير شوية فبيحاول يوزعه،
قول مثلا كل متر أو على حسب ما تستدعيه المواصفات الفنية اللي ممكن تكون موجودة عندك. كده أظن يعني يمكن ألقينا نظرة سريعة على شكل مادة البولي أيزوسينريت أو أحد طبعا اعتماد الماتيريال نفسها إيه هي، ده ممكن تختلف من مشروع لمشروع ومن دولة لدولة ومن مكان لمكان، أيا كان الماتيريال أو الشركة اللي أنت ممكن تعتمدها عندك في المشروع. ألقينا نظرة على شكل الألواح والتثبيت البسيط بالنسبة للألواح نفسها. باقي إن شاء الله في الفيديو أو الفيديوهات القادمة إن شاء الله هنتطرق لتثبيت مادة العزل المائي ومادة الـ ABDM. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.